طبعا انت تعرف كوتش فايدر تعرف ان قد ايه البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي وقد ايه غاليه بالنسبه للجماهير، ازاي قدرت تعد لعيبتك وتبعد ترفع الضغوط النفسيه اللي عليهم وضغط الجماهير وازاي تعدهم للمباراه دي؟ انا تقريبا جاوبت تقريبا على السؤال ده قبل كده، الاجابه الاخيره كانت متضمنه لاجابه السؤال ده، ان الماتش ده طبعا ده هدف بالنسبه لنا وحلم ان نحققه، بس هي مش بالحلم بس، هو بالاداء في الملعب. كلنا عندنا طموح ان احنا نعمل حاجه زي كده، ده بيجي باللاعب السريع والتواجد في الالتحامات والاداء الفني العالي في الملعب عشان تقدر تترجم ده لاداءه في الاخر. برده في حاجه اسمها نسبه حظ بتكون موجوده، لازم يكون معاك توفيق من عند ربنا عشان ربنا يوفقك وتكسب، كل دي عوامل بتساعد ان احنا نحقق الهدف ده، مش بس الضغوط النفسيه، الضغوط النفسيه ما بتعملش حاجه، انا لعيبتي لعيبه كبيره مفيش عليها ضغوط نفسيه ومستعده تماما للماتش وداخله نفسيا مستعدين للمباراه، فاضل بقى ترجمه الاوامر او التعليمات الفنيه في الملعب وتنفيذها بشكل جيد والتوفيق في الاخر. هو السؤال بيقول حضرتك قلت في المؤتمر اللي فات ان اللاعبين اللي ما بيلعبوش كبار السن او اللاعبين اللي ما بيلعبوش عندهم مشاكل طبعا تقبل القرارات الفنيه، يا ترى حاجه زي كده ممكن تاثر او تخلق جو وحش في اوضه اللبس تاثر على اللعيبه في الملعب؟ فهو بيجاوب بيقول لا طبعا ما ياثرش طبعا، لان طبعا اي لعيب ما بيلعبش بيكون متضايق، وزي انتوا كصحفيين بتتكلموا مع اللعيبه ما بتلعبش الكبار عشان يعني ده ممكن يخلق نوع من انواع المشاكل، اهم حاجه بشتغل مع عيله محترفه اللي تتقبل القرار الفني وبتدي في الملعب. هيكون جاهز رضا صبحي جاهز لماتش العوده ولا لا؟ ما اقدرش اجاوبك دلوقتي، هو مش جاهز لماتش الذهاب، هنشوف بعد كده بعد ماتش الذهاب يوم بعد يوم يا ترى حالته هتتحسن ولا لا وهيبقى جاهز لماتش العوده. خد اللي هو السؤال كان طبعا بيشكره على اعتذاره على التاخر وبيقول له تقدر تاهل لعيبتك نفسيا بعد هزيمه السنه اللي فاتت خصوصا ان سان داونز بيلعبوا كوره سريعه وكورتهم عندهم كوره كويسه متميزه، فالاجابه بيقول دلوقتي انتوا عارفيني كويس، انا ما بحبش اتكلم عن الماضي ماليش دعوه باللي فات، انا بتكلم في الحاضر، وانا لعيبتي اصلا مؤهلين نفسيا كويسين وانا مستعدين نفسيا للمباراه وجاهزين لمباراه سان داونز، فما عنديش مشكله.